السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. نقول لكم صحة رمضانكم، صحة فطوركم، ما تنساوش عطونا جيم كومنتير وبارطاجونا لي فيديو. اليوم الحصة تاعنا وين 11 لاعب وين يختاروا الجزائر وينتظرون دعوة المدرب فلاديمير. قولوا بلي 11 لاعب، هادو الناس اللي كانوا من قبل يقول لك في وقت المدرب السابق كان يقول لك يا ودي قول لنا شكون هما اللعابه، وين راهم اللعابه؟ ما كاش. كي قلنا له بلي يا ودي على ما يجيبش اللعابه ما يديش التجديد، قال لك وين راهم اللعابه؟ ما كاش ما كاش. قال لك جا وقته الله غالب، ويا في وقته يعني جا كاع الخير وما عرف لا شيء. الخير لقاه لقاه بالشر، ما عرفش يلقى الخير. ما أدري الدولة عطاتو كلش، وقفت معاه السلطة، وقفت معاه الشعب، جاب قاع الناس وقفت معاه، ما عرفش يخدم، قاعد يتبع فيه جماعة الفيرما. كاين قال لك كاين الخاين وكاين عساس الخاين، وانتو ما عرفوها. وين وصل عدد اللاعبين الذين ينشطون في العديد من الدوريات الأوروبية واختاروا تمثيل المنتخب الجزائري ل 11 لاعب؟ هذه تمرة جاي ذاك مو سيدة ما الكذاب، هذاك الكذاب هذاك اللي متزوج به اسبانيولي، قال لكم والله واحد ما يزيد يجي، وفرحان النهار اللي عاد لي قال لا ما نجيش، فرحان خرج فرحان، والله واحد ما يزيد يجيكم. شو كيفاش هؤلاء اللاعبين وين عبروا اعلانيا عن رغبتهم في حمل قميص الخضر وينتظرون التفاتة من المدرب الوطني فلاديمير من أجل توجيه الدعوة لهم للحصول على شرف حمل قميص المنتخب الوطني الجزائري. كي نقولوا بلي هؤلاء باش ديروا في ريسانكم خاش، كاين بزاف يبغي يفهم، مش غادي يعيط لهم كاع 11 ديريكت. كل واحد متمني فيهم باش يكونوا مع المنتخب، بصح يعني كاين خيارات. ويتعلق الأب كل من مهدي بوجمعة لاعب غالتي سبور التركي، يعني هذا اللي حرقه المدرب السابق، باش عيط له كاع. مهدي مرغب لاعب يعني نادي فرنسي، الياس حامس حماس لاعب فالونسيا الفرنسي، زين الدين ولد خالد لاعب انجي الفرنسي، كليني لاعب اميان الفرنسي، بلال بوطوبه لاعب كليمون فوت الفرنسي، عبد الرحمن ريباش لعاب ألبيس الإسباني، يانيس رحماني لعاب إيبار الإسباني، رفيق بلغالي لعاب يعني نادي بلجيكي، سفيان شدار لعاب نادي سويسري، وأخيرا ميستر فيزار لعاب بريندر برلين الألماني. هذا واه لعاب هذا قاعدوا اللي ذكرتهم، أنا متفرج على هذا فيزار، هذا أنا هذا اللي متفرج عليه، هذا اللي كنت متمنيه يكون مع المنتخب الوطني من 2022، من هالي قال لهم أيوم باش ما يجيبوش خرجوا واحد الحاجة كيما هاكا، المدرب بغا يجيبه بصح غضب منه، مي قال لهم غادي عندي مغامرة، ويقول عندي مغامرة، واش غادي يقول لك؟ واش غادي يقول لك؟ يقول لك عندي مغامرة، يعني كاين مغامرة جديدة في مشواره الرياضي. مغامرة جديدة في مشواره الرياضي، هذه هي. ما قال عيب، العيب فيكم انتوما اللي ما تبغوش تهضروا الصح. هذه هي كيما النهار اللي قال لك لا مسيحي، مسيحي هذا كمال مهوي قال لهم لا مسيحي، مسيحي اليوم يعني يجي انا منحوس عليه، لا مسيحي لا مشي مسيحي. انا نعرف بلي في التاريخ تاع الجزائر كاين شهيد اودان، شهيد اودان كاين هنايا في عين تعدس، كاين واحد سموه غارسيا يقولوا له غارسيا، ومرته هو مات، ومرته مادام غارسيا عاونت المجاهدين هنا في عين تعدس، مادام غارسيا هنايا في عين تعدس. تاريخ يهدر، مشي انا نهدر تاريخ. أوردا في الجزائر، كاين في مستغالي فانيك، هذه هي باش يكون على بالكم. هاو هذه هذا تاريخ يهدر، أنا نهدر، أنا ما تجي تقول لي مسيحي،
ما تجيش تقول لي مسيحي، انا تقول لي مسيحي ماشي مسيحي، الله يسهل عليه. هذه نتوما هذه اللي خرجتوها تاع مسيحي ما مسيحي. الحاج محمد راهو كان داير جامع في سيدي موسى، مبول حيكي جا ما كانش يعرف القبله وين جايه، تا ولا هو مؤذن هو يصلي باللعابه، هو راخوك سمو كان تا ولا يحشم يغطين الوشام تاعو كار مجاني، هما جافانك معمر الوشام تا ولا يحشم ولا يغطي الوشام تاعه. واو واو لا سكتو شويه. حتى وين ديروه النهار الاول، النهار الاول كاع مي ما بغاو وليتو تحوسو ما تجيبوش. حاولتوا تحوسوا ما تجيبوش، وين قلتوا لنا مسيحي راكم عاقلين عليها. ومن بعد داروا عليه الفوط كيما قال لهم الماناجر، قال لك درنا الفوط اي عجيبه، كان لا معيار تاع لعاب كيفاش يلعب، لا نحتاجوه في ذيك المنصب ما نحتاجوش، اي هكا فوط فوط الفوط الفوط راك تشوف كيفاش. سمحونا بالفوط حاجة باينة. وما حاسبينها سهلة ولا دي نورمال. لا انت تشوف فيها لا هادو يجوا ان شاء الله بربي، يعني ولي نحتاجوه، يعني هذه نخبه ماشي معرفه، ماشي كيما نقولوا حنايا تاع يعني تاع 11 هي نعرفوا ما ينجيبوهم، لا مش كيما كان يخدم مدرب السابق اللي دخل الجزائر في حيط، دخل المنتخب الوطني مخلاه داخل في روشي، قال لك لا خدم بين وزوج دورات كوب دافريك ما كانش، ومن بعد قال لك لا ضغوطات الهضره اللي كانت عليه، الهضره اللي كانت عليه. كما هذوك الكلاب هذوك كانوا نهار الاول يديروا، نهار الاول قال لك شوفوا الرجوله كيفاش، سمح في اموال كبار وراح الوطنيه افعال ماشي اقوال. من بعد قال لهم اعطوني، بعد خرجوا قال لك لا لازم تعطوه دراهم، ومن بعد يقول لك الله يجعل يروح يشكي الفيفا، ومن بعد ضرب قال لك كيما هكا الله يجعل ما يروحش هم يدمروا فيه هذو. فهمناكمش هيشر والله ما فهمناكم كاع الهويش، والله ما فهمناكم. لا هفهموا روحكم شويه. المهم احنا منتخب وطني راه في طريق الصحيح، بغيتو تبغوا بغيتو ما تبغوش، كما قال لهم ذاك مصطفى معزوزي قال لك ما تشكروش المدرب، نشكر المدرب يمثلني، نقول لك على يمثلني راه حاكم المنتخب الوطني الجزائري العالي هذاك يمثلني مدرب انا، هذه هي انا ما يمثلنيش ليه راح صايب ما يمثلنيش، هذه اللي يشوفها ليه انا اللي راح ما يمثلنيش، ما هذا دروك يمثلني مثالي كاع خويا، هذا رايي ما كاش لي مستعد غادي تدخل فيه رايي يتبنى ولا مليحه، هذا رايي انا ليس سهل على كل واحد، مش انا نقول لك اودي روح معايا زراع ولا لا، ربي يعطاك عقل مشيه، هاو ماك حسب ماتش يتعاود ولا ومشي ماتش يتعاود هذا. دونك اللي حاسب ماتش يتعاود دار اخويا ومش كيف كيف. وكاين اللي حاسب الماتش يتعاود ومش كيف كيف اصاحبي. هما حاسبين بالزيتون ولا هما حاسبين بالزيتون ولا هما
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.